السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا في شابتر 13 في International Accounting أو المحاسبة الدورية. طبعا نتكلم اليوم على شابتر 13 عنوانه بيقول Segment and Interim Reporting. تعال نحكي شوية عنه. Segment Reporting بنقول عنه الإفصاح على حسب القطاعات. إيش يعني القطاعات؟ حسب خلنا نقول في شركة عندها 3-4 فروع، تمام؟ فإحنا مطلوب منا مرات نعمل تقارير مالية لكل فرع، لأن مرات بيكون في عندي أقسام جوة الشركة، وهذه يمكن حاجة أصعب. فمطلوب مني أعمل يعني ريبورتينج. لما بحكي ريبورتينج يعني إنكم ستيتمنت وبالانس شيت وكاش فلوز، هدول الثلاث قوائم أو الأربعة إذا بتكون زائد واحد. هدول القوائم مطلوب منا مرات نعيدهم إما على مستوى الفرع أو على مستوى القسم أو على مستوى المنتج أو على أساس توزيع جغرافي أو على أساس منتجاتي. فيعني كان في عنا أكثر من طريقة. الآن حنتعرف إيش هي الأسس اللي بناء عليها إنه إحنا بنكون أمام يعني حالة مطلوب منا نعمل إفصاح بناء على حاجة اسمها reporting unit. reporting unit يعني وحدة إقرار مالي. طبعا متى تكون هناك حاجة نعمل سيجمنت وقتش بيكون احنا مش مطلوب بنا نعمل سيجمنت. الحاجة الثانية العنوان تبعنا هذا عبارة عن مقطعين، سيجمنت ريبورتينج وانترم ريبورتينج. ايش يعني انترم ريبورتينج؟ ان انا اطلع تقارير مرحلية. ايش يعني مرحلية؟ تقارير يعني تقرير ربع سنوي، هذا اسمه انترم. تقرير بدي اياه في 25/4، هذا تقرير انترم ريبورت. لانه هذا الانترم ريبورت هو اي فتره بعمل فيها تقرير، بخلاف اللي هو الاند اوف يير اللي هو الانوال ريبورتس اللي بنعملها احنا عاده في نهايه السنه. طبعا هذا الشابتر بتاعنا بتناول موضوعين اساسيين زي ما قلت، السيجمنت والانترم. تعال نشوف جوا ايش بيحكي على كل واحد فيهم. الان بيتكلم عن ليرنينج اوبجكتيف رقم واحد، بيقول اندرستاند اكاونتنج ايشوز، بدنا نعرف ايش هي المعالجات المحاسبيه او موضوعات المحاسبيه associated واللي متعلقة with segment reporting both in United States and internationally. على مستوى أمريكا أنتم عارفين في فرق بين الـ IFRS اللي هو الـ International Financial Reporting Standards وما بين الفاز بالأمريكي أو الـ US GAAP والـ I GAAP. اختصارا بنقول عنه الدولي الـ US GAAP، آسف الأمريكاني بنقول عنه US GAAP، والدولي بنقول عنه الـ I GAAP اللي هو الـ International GAAP. هذول اللفظين يشار لهم للمبادئ المقبولة قبولا عاما في أمريكا والمقبولة قبولا عاما دوليا. طبعا الجهات اللي بتعمل الستاندرز واللي بتم عملها adaptation كبرنسيبل زي ما أخذته في النظرية المحاسبية، الأمريكان في عندهم جهاز مهتم بعمل معايير اسمه الفازب، والاي جاب في عنده جهاز بيعمل معايير اسمه الايزب. فالفاز بالامريكي فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد، والايزب الدولي اللي هو الانترناشنال اكاونتنج ستاندرد بورد، يعني مجلس معايير المحاسبه الدوليه، هناك اسمه مجلس معايير المحاسبه الماليه. طبعا هذول اللي بيطلعوا المعايير. طبعا الاي فارس هي احد مخرجات الايزب، فالايزب بيطلع نوعين من المعايير. عشان اقول الايزب، الايزب انا بحكي الامريكي اللي هو الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز اكاونتنج ستاندردز، تمام؟ الايزب زي ما قلت بيطلع معايير نوعين من المعايير، معايير اسمها ايزيس او انترناشنال اكاونتنج ستاندردز، وبيطلع اي فارسز اللي هي معايير الافصاح الدوليه. زي ما انتم عارفين الامريكان بيطلعوا نوع واحد اللي هو عباره عن صار موحد الان، بيطلعوا الفاز بيطلع حاجه اسمها اي اس سي اكاونتنج ستاندرد كود. هذه يمكن مقدمة صغيرة بس على شوية الاختلافات. طبعا المعايير الدولية عشان أقولكم في عنا 42 ISIS تقريبا حتى الآن أو لحد علمي 42 ISIS يعني International Accounting Standards، وفي عنا حوالي 12 IFRSs. الفرق بين الـ ISIS والـ IFRSs زي ما تو حكيت، الـ IFRSs بركزوا على Reporting Standards، والـ ISIS بتكلم على الـ Recognition والـ Measurement Standards يعني معايير الإفصاح بالنسبة للآي فارسز، والآيزز بتكلم على معايير الاعتراف والقياس. يعني هذه مقدمة صغيرة.
طبعا هو بيحكي الآن segment reporting accounting issues، المواضيع المتعلقة أو المواضيع المحاسبية اللي خاصة بالإفصاح حسب القطاعات. لما بقول segment قطاع، قطاع يعني ممكن يكون هاي ترجمة حرفية، بس كلمة segment اللي هو يعني خلينا نقول عنها خط إنتاجي، فرع، قسم، اختصارا لكل هذول بنقول عنها القطاعات، أو إذا بدكم الأنشطة الاقتصادية. طبعا ASC 280 defines an operating segment. ما هو مهم جدا نعرف احنا وقتيش بيكون في عنا operating segment. ايش يعني operating segment؟ يعني قطاع تشغيلي. ايش يعني نشاط تشغيلي او قطاع تشغيلي؟ قال اذا كان في قطاع تشغيلي يبقى مطلوب مني اعمل له افصاح. يبقى بداية قبل ما اتكلم على الافصاح على حسب القطاعات، تعال نتعرف اول على ايش هي خصائص القطاع التشغيلي اللي هو الاوبريتنج سيجمنت. ما تنسوش ايش هو الاوبريتنج سيجمنت؟ Operating Division, Operating Branch, Operating خلينا نقول عنها Regional Area. ممكن يكون القطاع تبعنا منطقة جغرافية زي ما انتم عارفين، يعني أنا بدي أعمل Reporting بناء على فرعنا اللي موجود في مصر أو في الأردن أو في غزة أو في الضفة. As having three characteristics فبقول هو الـ Operating Segment فيه له ثلاث خصائص أساسية. أولاً لاحظوا بتكلم الآن على الـ Reporting Unit أو الـ Component Unit، هذه شغلة كتير مهمة لازم أعرفها. فقال the component unit's business activities generates revenue and incurs expenses including any revenue or expenses in transactions with other business units of the company. يمكن الجملة هذه واضحة وسهلة. بيقول هنا ال component unit، طبعا ايش قصده component؟ هيك غير شوية في المصطلح، هو قصده أصله segment reporting، احنا بنشوفه كوحدة اقتصادية لمشروع. فهو السيجمنت هو عبارة عن مقطع أو نشاط زي ما قلت اقتصادي داخل الشركة. فبقول الكومبوننت يونيت بالأساس هو عبارة عن شو هو الكومبوننت يونيت اللي هو السيجمنت يعني. يعني السيجمنت هو عبارة عن نشاط اقتصادي جوا الشركة بيعمل جنريتنج ريفينيو، يعني بيحقق إيرادات، بيصرف مصاريف including، وهذه الإيرادات المصاريف ممكن تكون جاية من علاقات السيجمنت هذا مع العالم الخارجي أو with other business units. يعني مثلا نقول إحنا في عنا فرعين، ففرع ببيع فرع أو الفرع ببيع الرئيسي أو الرئيسي ببيع الفرع. يعني قصده يقول إنه هذا برضو يعتبر component unit حتى لو كان البيع تبعه بيع خلنا نقول عليها بين other business units of the same company. تمام، هذا اللي بيحكي عليه. طبعا لا زال بعرف الكومبوننت يونتس اللي هو قلنا السيجمنت. والكومبوننت يونتس اوبريتنج ريزلتس، نتائج تشغيل الكومبوننت يونتس هذا اللي هو نتائج تشغيل السيجمنت، ار ريجولارلي ريفيود باي ذا انتيتيز تشيف اوبريتنج ديسيجن ميكرز. انه هذا النشاط نتائج التشغيل تبع الريبورتنج يونت عاده بتم مراجعتها من قبل السي او او اللي هم الديسيجن ميكرز في الشركه، يعني اللي هم CFO أو CEO أو اللي هو. تمام؟ فكأنه إيش يعني نتائج عمل؟ عشان أقول لكم نتكلم، لما بتكلم على Operating Results بتكلم على Income Statement. يبقى ما زال يعني إيش مرات المدير داخل الشركة إيش بيقول؟ مسؤول المبيعات أو مسؤول المالية أو مدير التنفيذ للشركة إيش بيقول لهم؟ والله هاتولي بدي أشوف نتائج أعمال القسم تبع خانيونس أو الفرع تبع خانيونس. فهمتوا علي؟ فكأنه هنا إذا كان وقت إيش بيكونكم Component Units مهم؟ لما يكون بانتظام يعني صاحب القرار في الشركة Decision Makers بيعمل Review لل Results of Operations اللي هي نتائج الأعمال. Who then determines، واللي بناء عليه هو بيقرر The resources to be assigned to the segment and evaluates it. إيش يعني resources؟ اللي هي قديش يخصص له فلوس، قديش يخصص له Inventory، قديش يخصص له Labor يعني Force أو يعني قوة بشرية. فكأنه يعني هو بتعامل مع ساعتها هذا الديسيجن ميكر، بتعامل مع الكومبوننت يونيت اللي هو السيجمنت، بتعامل مع كأنه شركة لحاله، بدليل انه براجع قوائم التشغيل تبعته وبحول له فلوس او بحول له ريسورسز او اذر ريسورسز، وبعمل ايفالويشن له، بيعمل ايفالويتس. طبعا ايفالويشن من خلال مراجعة الاوبريتنج ريزلتس تبعته. الحاجة الثالثة إنه separate financial information is available، هذا شرط مهم. يبقى عرفنا إنه هو عبارة عن نشاط بيحقق بيعمل أو بيحقق إيرادات وبيصرف مصاريف،
وممكن الايرادات تبعته تكون مع العالم الخارجي وممكن with other business units of the same company. حلو جدا. نمرة 2 قال انه نتائج التشغيل تبعته عادة regularly بانتظام بتم مراجعتها من قبل chief operating decision makers عشان يعمل يعني allocation resources to be assigned to the segment and evaluates it ويقيمه. طيب تمام. 3 قال انه برضو بكفيش هذول الشرطين كمان لازم يكون عندنا حاجة مهمة انه في index separate financial information is available for the component. ما هو اذا واحد واثنين اتحققوا لكن المشكله البيانات الماليه انا ملخبطين عندي، يعني انا البيانات الماليه بتخص كل الفروع، ما فيش شيء بيانات ماليه خاصه في فرع خان يونس وفرع غزه وفرع نصيرات. يبقى في الحاله زي هذه بيكون علينا هنا مطلوب منا هنا نتدخل كمحاسبين ونشوف كيف نفصل المعلومات هذه. فكأنه إذا كان توفر واحد وتوفر اثنين هذول بدهم الشغل محاسبين بس مجرد تقييم، هل هذا الفرع بيحقق إيرادات وهل بيصرف مصاريف وهل هو يعني بيبيع للعالم الخارجي والداخلي. طبعا مش شرط الاثنين بس هو بيقول ممكن يكون للعالم الداخلي والخارجي. تمام. نمرة 2 زي ما قلت انه نتائج التشغيل مهمة للديسيجن ميكرز، بس المشكلة انه ما فيش عندي بيانات خاصة بهذا القسم. يبقى هنا بيجي في بين 3 بيجي شغل المحاسبين، والمحاسبين كيف نفصل او ايش هي الاليه اللي نفصل البيانات اللي خاصه بالكومبوننت يونت، هذا قصدي يعني بالاوبريتنج سيجمنت اللي بحكي عليه. حلو جدا. فكانه شغلنا احنا هنا في النتفه هذه. طيب ايشوز، تعال نشوف ايش هي المواضيع المتعلقه بهذا يعني الموضوع اللي هو السيجمنت ريبورتنج. قال ايشوز، اول حاجه جنرالي بشكل عام ذا كوربوريت هيد كوارتر از نوت سيبريت اوبريتنج سيجمنت، انه في الغالب بتكون المكتب الرئيسي تبع الشركه is not a separate operating segment، يعني ليس يعني قطاع اقتصادي تشغيلي منفصل. لما بيكون مش منفصل لانه بتكون الشركه الهيد اوفيس تبعهم، الهيد اوفيس او الهيد كوارتر بيكون بيجمع كل البيانات عن الشركه كلها، بيفصلش. هاي وبعدين قال the company may choose to aggregate several individual operating segments that have very similar economic characteristics. الموضوع الثاني مرات ايش الشركه بتعمل؟ انها بتختار to aggregate، انها تجمع several individual operating segments that have very similar economic characteristics. خلينا نحكي لكم على حاجه، يعني في عندنا احنا منتج رئيسي احنا بنبيعه في الشركه، والمنتج هذا بنباع في ان في 3 فروع في رفح وفي خان يونس وفي غزه. تمام. الان مرات بتهتم الشركه تعرف ايش نتائج اعمال المنتج هذا، يعني ايش وضع المنتج هذا لحاله. خدوا بالكم ما بنباعش في مكان واحد، بنباع في 3 اماكن، لان ساعتها مطلوب مني اعمل سيجمنت ريبورتنج لهذا البرودكت لحاله او اتعامل معاه كانديفيدوال اوبريتنج سيجمنت. لاحظوا ايش بيقول، هو similar economic characteristics، في لهم خصائص متشابهه. طب تعال نشوف حاجه ثانيه او يعني اوسع شويه من مثال ضربته تو. الان في عندنا احنا بنشتغل في الاجهزه الكهربيه وبنشتغل في الجوالات. الان انا بيهمني اعرف، خدوا بالكم في عندنا جوالات وفي عندنا اجهزه كهربيه. قال بيهمني اعرف مرات ريبورتنج انه الشركه بتجمع النتائج او البيانات الماليه تاعتها لقطاع الأجهزة الكهربية ولقطاع الجوالات، لأنها بتعرف نتيجة أعمال قطاع الجوالات اللي هو نشاط الجوالات يعني، ونشاط مين؟ نشاط الأجهزة الكهربية. فهذه الجملة هيك معناتها. فساعتها احنا مطلوب بنا نعمل segmental reporting. Management believe that aggregation will provide more meaningful. طبعا الإدارة مرات بتعتقد أو بتشوف إنه هذا موضوع الاجريجيشن حيعطينا معلومات مهمه تو يوزرز اللي هم مستخدمي البيانات الماليه. ان اقول له والله احنا عندنا شركه، بدل ما اقول له الشركه هي نتائج اعمالها، لا بقول له شوف علي هي نتائج اعمال الجوالات وهي نتائج اعمال الاجهزه او اذا بدكم الاجهزه الكهربيه. فهذا بيعطي معلومات اكثر مفيده ولها معنى بالنسبه لليوزرز. الان اللوكيشن اوف كوست تو سبيسيفيك سيجمنتس، مرات توزيع التكاليف على يعني بعض السيجمنتس بدها اجراءات خاصه، فعشان كده هذه من ضمن الموضوعات اللي محتاجه المحاسبين يفكروا فيها. لاحظوا هذه كلها موضوعات بتخلينا احنا كمحاسبين نفكر انه هل احنا امام
امام يعني ضروره لانه نعمل سيجمنت ريبورتنج ولا لا؟ انه هنا لاحظوا انه مطلوب منا نتدخل لانه موضوع. طب ماشي، قررنا انه يكون في عندنا كومبوننت يونين، قررنا شفنا انه الاداره شايفه انه مهم نجمع المعلومات لكل كومبوننت يونيت او لسيجمنت يعني او اوبريتنج سيجمنت. قال لكن المشكله وين؟ انه مطلوب منا نعمل اللوكيشن اوف كوست، نعمل تخصيص للتكاليف بحيث هذه خاصه بالقسم اذا بدكم او فرع خان يونس او هذا فرع رفح، او خاصه ب اذا بدكم النشاط اللي هو خاص بالجولات والنشاط اللي خاص بالاجهزه الكهربائيه. طيب تعالوا نشوف الان، دخلنا هذا كلام الكلام وان كان هو ما اعلنش عنه صراحه، بس هذا كان المعالجه تبعت اليو اس جاب. بس تعالوا نشوف الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز فور اوبريتنج سيجمنتس ايش بتقول. لان اول شيء اللي بيحكي عنها هو اي فارس 8 اللي هو زي ما قلت اختصار الاي فارس اللي هو للجمله هذه اللي هو الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز. قال هنا حدد سبيسيفايد سيجمنتس، هذاك التعريف تبع اليو اس جاب اللي تو حكينا عنه. بس تعالوا نشوف هنا التعريف ايش بيقول. This standards requires disclosure of information about an entity's reportable. لاحظوا ايش بيقول reportable. Reportable يعني قابل للإفصاح عنه. Operating segments both in its annual and its interim financial statement. يعني بيطلب منا نعمل إفصاح للreportable operating segments سواء كان الإفصاح تبعنا إفصاح سنوي او افصاح مرحلي. هيك بيقول المعيار، هي هذه مش لازمانها هلقيت، بس هو المعيار هيك بيقول. طبعا international standards are similar to those prescribed by US GAAP، يعني المعايير بخصوص اللي هي segment reporting تقريبا مشابهه لمين؟ لليو اس جاب اللي توي حكينا عليه. كانه فيش اختلاف كتير غير في التعريف. طيب تعال نشوف الليرنينج اوبجيكتيف رقم 2. طب تعال نشوف الليرنينج اوبجيكتيف رقم 2. بيقول الاوبجيكتيف هذا بيقول understand and be able to calculate threshold test. يعني هي اختبارات threshold، يعني اختبارات مقطعيه، يعني خط فاصل بيفصل ما بين هذا السيجمنت ينعمل له ريبورتنج ولا ما ينعملوش. يعني معنى threshold for segment reporting، كأنه هو مطلوب منا هنا كيف نعرف انه احنا هل امام segment report ولا لا، او segment reporting او segmental reporting ولا لا. تمام، حلو جدا، لانه هنشوف في عندنا ثلاث طرق هلقيت حنتعرف عليها. اولا تعال نشوف information about operating segments، المعلومات اللي خاصة بالقطاع التشغيلي. قال for separately reportable operating segments بقول separate supplemental disclosure must be made، واللي كل يعني مقطع من القطاعات التشغيلية اللي احنا هنعملها افصاح لازم يكون في لها supplemental disclosure، يعني في لها افصاحات مرافقة مساندة اضافية must be made. حلو جدا. How do we determine if a segment needs this separately reported information؟ كيف نقرر اذا هذا السيجمنت لازم يكون يعني له يعني ريبورتنج انفورميشن خاص به لحاله؟ قال في عندنا الفازب، استخدم فازب سبيسيفايد 3 10% كوانتيتيز ثريشولد. الفازب حدد 10 نسبه 10% كنسبه يعني كميه ثريشولد 3 3 عشرات، يعني قصدي يقول 3 عشرات، لان حنشوف شو هم 3 عشرات، هم 10 10 لكل حاجه، بس هو يحطهم في عنوان. فقال الفاز بسبيسيفايد 3 10% quantitative threshold. طيب شو ما هدول العشرة؟ لانه قد حورينا اياهم. وال separate disclosures required for segments meeting، والمطلوب نعمل disclosure خاص بالسيجمنت هذا اذا حقق at least one of the three tests، ثلاثة من الاختبارات هذه اللي هو بيحكي على العشرات اللي بحكي عليهم تو. فالثريشولد او يعني الخط اللي بيفصل اذا كان نعمل ريبورتنج ولا ما نعملش هو 10% من ثلاث حاجات، حنشوفه من شمنا الثلاث حاجات. قال 10% او 10% ريفينيو تيست، في اختبار 10% من الايرادات، وفي اختبار 10% من البروفيت اور لوس، وفي اختبار 10% بيرسنت من الاسيت تيست. خدوا بالكم اي واحده من هذول بيتحقق
للاوبريتنج سيجمنت. هذا الاوبريتنج سيجمنت بنقول عنه ريبورتابل، ريبورتابل اوبريتنج سيجمنت. ايش يعني ريبورتابل؟ يعني هذا قسم مطلوب نفصحه لحاله. طب واذا في قسم او اوبريتنج سيجمنت ما حققش الشرط العشرة، قال لا هذا بنعملوش قسم لحده، بنجمع كل الاقسام اللي ما حققت شرط العشرة بنجمعهم مع بعض وبنحطهم في قسم واحد. طيب ايش يعني قسم واقسام؟ الان الانكم ستيتمنت فرضا خلينا نتكلم عليه. الانكم ستيتمنت انتوا عارفين عباره عن عمود، عمود واحد. لان اذا في عندي سيجمنت بصير في عندي العمود هذا، هذا اجمالي لعده سيجمنتس، فبصير العمود هذا فيه قبله فرضا ثلاث اقسام مجموعهم هو عباره عن انكم ستيتمنت للشركه كلها. ففي عندي العمود الاول للسيجمنت الاول، والعمود الثاني للسيجمنت الثاني، والعمود الثالث للاذر سيجمنتس. ايش الاذر سيجمنتس؟ قال الاقسام او القطاعات اللي هي ما حققت ولا شرط من الشروط الثلاثه اللي قاعد بحكي عليها. عندنا حنشوف الكلام هذا تقلقوش. تعال نشوف ديفاينينج ريبورتال ريبورتابل او ريبورتابل سيجمنتس. تعال نعرفنا ايش الريبورتابل سيجمنتس اللي هو القطاعات المطلوب لافصاح عنها. اولا قال 10% ريفينيو تيست، هذا اختبار 10% من ايراداتك. If an operating segment revenue إذا الإيرادات تبعت أي قطاع تشغيلي تمام including both external sales بيتضمن مبيعات للعالم الخارجي and internal segment sales أو transfers وبيضمن كمان أو جواته كمان اللي هي المبيعات للأقسام الثانية أو للقطاعات الأخرى جوات الشركة أو التحويلات is 10% إذا النسبة بتاعت الإيرادات هذه بالنسبة للشركة is 10% or more of the total revenue إجمالي إيرادات from external sales plus inter-segment transactions of all operating segments. قال then إذا تحقق الشرط هذا، إيش هو الشرط مرة تانية؟ إذا 10% من إيرادات الـ operating segment هذا 10 إذا آسف إذا الإيرادات بتاعت الـ operating segment هذا الإيرادات كمان مرة الإيرادات بتاعت الأوبريتنج سيجمنت هذا إذا كان بتمثل 10% فأكثر من إجمالي إيرادات الشركة. يعني تخيلوا معايا شركة إيراداتها مثلا 100,000 دولار، 100,000 دولار السيجمنت هذا بيعمل 17,000، يبقى هذا حقق الشرط تبع الإيرادات. لاحظوا أنا بقول إيرادات مش أرباح تمام. إذا عمل القسم هذا في فترة معينة سواء كانت انترم أو أنيوال 10% فوق، ساعتها بنقول عنه هذا ريبورتابل سيجمنت. ايش يعني ريبورتابل؟ يعني قطاع يجب الافصاح عنه في عمود لحاله تمام. حلو جدا. بقول then the segment is separately reportable، اذا تحقق الشرط يبقى هذا القطاع لابد ان يكون يعني مفصح عنه بصوره منفصله and supplementary disclosure must be provided، وفي ايضاحات خاصه وزيه زي اي ميزانيه لشركه يتعامل معاه كأنه component unit زي ما حكينا في مقدمة الشابتة. يتعامل معاه كما لو كان component unit for it in the annual report. حلو جدا. تعال نشوف المثال اللي بيعطينا اياه. يمكن المثال هذا بوضح الشغل كويس.